من قصر المهاجرين في قلب العاصمة السورية دمشق. لا يمكن أن يتم اللقاء تحت شروط أردوغان. الأمريكي يطلب يطلب ويأخذ ويأخذ ولا يعطي شيء. التحديات في الداخل السوري التي أثرت على المحيط هي تجارة المخدرات. الدول التي ساهمت في خلق الفوضى في سوريا. إلى العلاقة مع حماس. هذا الموقف هو مزيج من الغدر من حماس. لقاء خاص مع الرئيس السوري بشار الأسد على سكاي نيوز عربية.